سدعان كبلناي أمد الصوماليات أن كبلناي وحياة هيد إن إسبدل كحالات كصعدة هولجل كبلارن كصعدة جل مدق إن سسعد السلسة سعد سينه هاد بإسبدل كحالات إيمانا يا مد دجال يا مد ديار جرو يا مد هولجل يا مد أبابل يا مد تاكلين لما أنت السلسة سعد سينه أضدكو شعبك أي حوجال هذا هدي عنو تي أنت قدام بس ساك ساق هذا النا ساك هي كونفور قلبات الدجموين كا عالبور يا جلهريري جهاد كونفور قلبات ماشي اللي يراهدوه البعض يلح إرداد لح إرداد وحكرنا عيد دجال آت وبلارن أو أفر قابات أو عدو قد جيني هاي دجال كاس دجال كاس كنا عيد دجال كاس وحكرنا عيدا كحوج الدلك الصوماليات يه عطبية كتير سن عيدا مذا دفاع الشعبك دجال كاس أو مدر سعودي وحال حقيقي إن كل إنتان إلى صدن دجال لما يعيش الشبابه إن هكا كل إنتان بلس حقيقي هل بابور بابور با بابور قرحونا بابور قرح إلس عدن عيدا كان لقوف الشليه هل كاس لماذا إلى حد وحنا نلص الشيء هل أسكري أو حق الدلك الصومالية ده يلا برد عوعة برنامج كاسو نوحة ويا برنامج كاسو عدا حدا دقال كاسو حو كبلو ده برنامج كاسو فاين تاك قوابا حد دقال كا دقال كو حو كاسو عدا دنك بري دنك كونفريت دنك قلبات يا دنك وقوية با كاسو عدا وكاسو عدا مركا تاكتي كده عدو قوحة ويا إن أي قلان قولك كيمها أه أو عيدنكو مركو دافو أي قدال جدك كمينيان oo ay taakulaynta jidgoyo u sameeyaan oo ay gadaal ciidanka ka soo weeraraan waa tactic hore ay u sii sameen jireen saad darteed waxaa la go'aamiyay in aan degdeg iyo orod lagu galin ee geed-geed guri deegaan deegaan isha goob-goob loo sifeeyo deegaanada la marayo oo meel walba lugta la dhigo ciidankan wuxuu ku socdaa lug wuxuuna ku socdaa jaha aad u ballaaran yuusuf ballaaran kaga jira marka sifeyntaasu وأمد كينيسة إن أي كفر شلمان تكتيك هذه أيوة أي دنيا استعمالان أو أهيد بعد ما ترد ضي تيرد ضو أي كير تاع عيدنك إن أنت لك كيمها جلان مرك عيدن كل دافه كحنا هريك صورت هريمان هريك صوان كحنا جدار كصورته ولا هريك جدار بحب ضع عيدن كهيسته تاسو اللي سوف فهمي سادرت والله قربنا يا والله قبنا يا والله سفينا يا والله قصار يا كيمها للبرد يذا للدقسمات كا للك أي كوك للبورها بورها لولك أي كوك جبنا يوردن ولا جساريا. عيدو بيدا عيدا ماذا سرتا يعيدا كمان دوسكا تكون مع ملا تكنولوجيا دا سهمين تهوى دا واحد نوش يجين شعب كي الصوماليات اللي بدأ دقمة دقنا رجوراجها سوين إنه أفليا أمريكا الدولة ده واحد نوش يجين إن أي سعطه هيان كي رجوراجه جلش أي هيا السودان الله هيا ما يلقى جوري دين كلا بنين أيه أريه أورتي رهنيت لما أنت تبدأ أي سعوت أت بعد نكون هالبيان يا بشر الصوماليات اللي بدأ دقمو يدعان ده يدي تولين كذا دقن أمريكا دولة دفنية واتصال نقطة دانتان لكن يدعان كني أقصى نقطة دانتان الصقة حرقة وأن العكس تكواد حوالينا لقى قادين وأن عشور لدين كقادين وأن العكس هذه العكس تبرع لدين كقادين وأن عرورتي أن قرح يلو حلين وأن جزية بحية أن دهين ويلك جزية كبحة أن دهين قبل أن أخي والوش عليها أن دهين وأن حرتهم وهذا ما ملك الدولة دو إنه سوى قارة وما لحد قرن كو إنية تمادة وهذه السما فالك أي خيرات كي خيرها ها مسلم يكون كلب إنية مادان وهذا عرورتي أنه مدارستي سبتالات كي إنية فرمان وأد واحد برشر هشان وأرينه بالشغل لا ينفر ما بعد أركض دونتان وأد قارتان نقول أدو في عن مساجد دينية مدارس دينية سيف عن دين توجد دراسة إسلام علماء دي وأوينا ده يعني كأريان الدين تبني بري سين إني أمان دونا إن شاء الله تعالى حرية بحد قار دونتان نية دينه وأنا أقش يجا لأن يرى يرى كه كون دقاد يجنا وش يجا إنه يشيلان وحلا الدولة نما أو برواق الجوجارو أو هرمه الجوجارو أو خير كآخرة يمتك أدوم الجوجارو لكن أوينا الدولة نما ده يقان ده كدجانك saa u sheegay dhalinyarada walaa ii sheegay oo nala sheegay dad fara badan oo haween u badan inay diideen marka la yiri hubka qaata waa khasab inay diideen waa in kaga hambalyaanayna nafta ilaahay baa ileh qof walba ajjal musamaha ilaahay agtiisa kulleeyaha ka horna ma dhimato ha yeelinina dulmi ha yeelinina isqarxiya ha yeelinina ciidankeena la dirara ha yeelinina shacabkeena dowladdiina la dirara ninkan daalibka
oo xoog ku haysta muxuu xoog ku haysta muxuu walaha ugu dhacaya muxuu wiilka qaraxa ugu xiraya adiga iyo adiga diin islaam ah tahay yaa kaaga xiga diinta yaa ilaahay ka xiga nabigaaga sunniyiis aan raacday yaa ka xiga naka ma xigo hadalka halkaas aan ku soo bedelaynaa bulshada deegaankaas hanbal yaan leeyahay hayaanka iyo kaynaan ka socdo awrta hal raro geela horweynka ha baxo arwa ha xabo waro ha dhawna deegaan barwaaqo oo tigaadlo barwaaqo insha Allah yaa ku soo noqon doontaan oo madaxda qaranka iyo dawladdu inuu ku soo dhaweeyso wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah hanbaryo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka degan ee guuraaga ah iyo fulinta awaamirta dawladda ay fuliyeen hanbal yaan leeyahay wa salaamu alaykum wa rahmatullah